المقترح مقصود اللي هو السير واحد المسيره اما بالبكاله. اسم مصعب العرجان معطل. نزلنا اليوم ضد قرار وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه. هذا القرار هذا الجائر اللي قصى فئات واسعه من المعطلين من اجتياز مباراه وطور الاكاديميات، وبالتالي نزلنا باش نددوا بهذا القرار هذا باش ندعيو الدوله لان تحمل المسؤوليه ديالها في ايجاد حلول حقيقيه للمعطلين باش نقدروا اننا نحافظوا على السلم الاجتماعي ونحصنوا الجبهه الداخليه ديال بلادنا. وبالتالي اليوم الاحتجاجات ماشي غير احتجاجات ديال المعطلين، هي احتجاجات ديال كل الفئات الاجتماعيه ضد القرارات المسؤوله ديال النظام السياسي في المغرب الممثل في الحكومه البيروقراطيه، الحكومه ديال الباترونه اللي كتنزل قرارات لا شعبيه لا ديمقراطيه. وبالتالي المآل ديال هذه الاحتجاجات هذه ما غادي توسع على فئات اخرى، فئات اجتماعيه اخرى. وبالتالي عوده 2011 عوده حراك 20 فبراير 2011 هو مساله وقت وفقط. وتحيه الطلبه موجزون، جينا اليوم واقفين بالمرصاد للقرارات الصادره عن وزاره التربيه الوطنيه التعليم. شي قرارات خرجوا ضد الطلبه، ضد الموجزين، ضد العاطلين اللي سنه كامله وحنا كنتسناو في هذه المباراه انها تخرج، لكن للاسف خرجت بشي قرار الانتقاء. اولا هذا ضرب عرض الحائط بتكافؤ الفرص. ثانيا الانتقال بالنسبه لنا يعني هذا الشيء ضد العاطلين. مساكن كاين اللي عندهم 27 عام، يعني الفرص تتقلص بالنسبه لهم للسنوات المقبله انهم يجيروا يولجوا المباراه. هذا الشيء اللي كاين، حنا ضد الانتقاء، ضد السن. كنتمنوا ان الوزير يتراجع على هذه القرارات اللي خرجها غير معقلانه وضد الصالح العام وضد الطلبه وضد المعطلين. شكرا. إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.